ما هو أمامي الآن هو تمرين قياس الزوايا لخان أكاديمي، لدي جزء صغير منه هنا على الشاشة، وهو تمرين جيد لاحتوائه على هذه المنقلة المرئية الصغيرة التي يمكننا استخدامها لقياس الزوايا. وأريد أن أشكر الشخص الذي صمم هذه المنقلة لأنني أعتقد أنها متقنة، وقد صممها بأسلوب متقن. وبشكل عام عندما تريد قياس زاوية ما عليك فعله هو أن تضع مركز المنقلة على المركز تماما، أعني رأس الزاوية على مركز المنقلة، ثم ما عليك فعله هو إما أن تدير الزاوية أو تدير المنقلة. وفي هذه الحالة ستدير المنقلة، ستدير المنقلة حتى تقع الزاوية صفر على أحد أضلاع الزاوية، علامة الصفر تقع على واحد من أضلاع الزاوية والضلع الآخر للزاوية يقع على قياس المنقلة. إذا دعونا نحاول فعل ذلك، وربما إذا وضعت هذا الضلع على الصفر فيجب أن يكون على هذا الضلع من الزاوية. إذا دعونا نديرها، دعونا نديرها بهذه الطريقة، لا زالت تدور ويمكنني أن أتابعها بشكل أفضل. حسنا، هذا يبدو جيدا. الضلع الأول يقع على علامة الصفر، والضلع الآخر أو إذا كان هذا شعاعا يبدو أنه قريب جدا من علامة العشرين درجة. إذا سأكتب هذا على الشاشة كما تراه، وهذه هي الإجابة الصحيحة، وبإمكاننا أن نحصل على زاوية أخرى. إذا دعونا نحاول قياس هذه، ومرة أخرى نضع مركز المنقلة على مركز أو رأس الزاوية، ويمكن أن نضع درجة الصفر أو قاعدة المنقلة على ضلع الزاوية هذا، ويجب أن نديرها قليلا. نفعل ذلك مرة أخرى، هذا يبدو جيدا، والزاوية الآن مفتوحة، هذا هو الضلع الآخر يشير إلى 110 درجة، إنها أكبر من 90 درجة، أي هي زاوية منفرجة، والسابقة كانت زاوية حادة وهذه منفرجة، زاوية قياسها 110 درجة تكون أكبر من 90 درجة، لقد حصلت على الإجابة الصحيحة. سأقوم بحل مجموعة أخرى من التمارين مرة أخرى. ضعوا مركز المنقلة على رأس الزاوية، والآن أريد أن أديرها، هيا بنا، ويبدو أن قياسها يقارب 80 درجة، أو ربما 81 أو 82 درجة، ولكن سأختار 80 درجة كأفضل تخمين لي. دعونا نحل المزيد. إذا مرة أخرى، رأس الزاوية على مركز المنقلة، وسأضع الضلع الأول من الزاوية على صفر درجة، ولدينا هنا طريقتان لفعل ذلك. يمكنك فعل هذا فقط، وهذا ليس مفيدا جدا حيث أن الزاوية تقع خارج المنقلة الآن. إذا دعونا نستمر في تدويرها، والضلع الآخر يشير إلى 70 درجة، إذا هي زاوية حادة. سأترككم الآن، وأظن أنه بإمكانكم الآن التعامل مع الزوايا بعد أن تعلمنا كيف نقيسها. أراكم في العرض القادم.